نسأل الله أن يعني يفك عقوق أخونا مساعد. يعني هي كانت مجرد ندوة انتخابية، القصد الجنائي غير متوفر، وسبحان الله مساعد يعني وضع أسباب يعني انتفاء القصد الجنائي في ذات الخطاب اللي أكد على البيع الأسرة والولاء، ويعني جميع ما يعني يضرب هذه الاتهامات في الخاصرة. بإذن الله إن شاء الله يعني يؤدي الفريق القانوني اللي كلنا ثقة فيهم إن شاء الله، يعني على رأسهم أخونا الدكتور محمد منور دورهم، وأيضا أخونا يعني أحمد إذعار ومجموعة المحامين معه دورهم القانوني اللي نثق فيه بإذن الله، ويكون إن شاء الله بين إخوانا وأهله ومحبيه بيوم الأربعاء بإذن الله. هو بالنهاية أي تحقيق يفترض فيه استدعاء عادي، استدعاء أن تفضل اليوم الفلاني عند وكيل نيابة أو المحقق في المكان الفلاني، هذا إجراءات نعم كل إجراءات. إذا امتنع عن الحضور، امتنع عن الحضور هنا يطلع أمر ضبط وإحضار، فكان الأفضل أنه يتم استدعاء بالشكل القانوني. الأمر الثاني أيضا اللي أثار الأستاذ محمد منور هو يعني تبديل الملابس بلبس المؤسسات الصلاحية قبل التحقيق. طب أنت ما تدري التحقيق راح يكون في يعني حبس أو لا، تبديل الملابس كله يصير لما يتم إدخاله في السجن، هذا كله يصير هناك تبديل الملابس، فهو لا تم قبل الذهاب إلى النيابة، هذا على كلام المحامين. فلذلك يعني والصورة كانت واضحة، فالمقصد أن خلي الموضوع الإجراءات، نتكلم عن حتى موضوع الجريمة نفسها، لا الجريمة يعني هذا ندوة انتخابية، النصوص أن الدولة هذه العقوبات المبالغ فيها، أتكلم عن شخص فعلا في تنظيم إرهابي يحاول تقويض نظام الحكم. وأنت بالنهاية أيضا الاتهامات والإجراءات الحبس والإجراءات الجنائية مرهقة ومتعبة، أنت في الأساس هذا حجة كلمة. لو كان هذا الأمر صحيح ليش ما تشوف الدول الديمقراطية يحاولون هم يقولون كلمة القضاء، أصلا ما في حالة ما في جريمة، هذا رأي وتعبير. نتمنى نشوف هذا الشدة مع الجرائم الحقيقية، جرائم المخدرات، جرائم السرقة، جرائم الإذاعة على النفس وعلى المال، مو على يعني مجرد خطاب سياسي وانتقاد سياسي بحت. فلذلك يعني احنا الآن الكويت متطورة جدا، كان يعني أهل الكويت أحرار في الكلمة من 100 سنة و50 سنة و60 سنة مو اليوم. فلذلك يجب أن يعني يتسع صدر يعني المؤسسات في قبول الانتقادات وقبول الخطاب السياسي، وما تكون هذه الإجراءات، لأن لو كان هذا الإجراء صحيح ما تلقى الناس هذه هبت كلها بسياسيينها وبشبابها وبرجالها لرفض هذا الإجراء. ما كل يوم كل يوم مئات وعشرات الكويتيين يحاولون على قضايا مختلفة، ما تجد هذه الفزعة إلا لاعتقاد الناس بأنه ما يستحق مساعد مثل هذا الموقف. فلذلك نشوف إن شاء الله نتمنى بإذن الله أن يكون في أقرب وقت بين إخواننا. لكن بالنهاية إذا شخص لا يخشى هربه وشخص معلوم المكان وشخص مرشح سابق، ما في مبررات الحبس الاحتياطي. انت متى تحبس احتياطيا؟ الحبس استثناء، الاصل هو حريه الانسان خاصه خلال مراحل التحقيق، فانت تحبسه اذا عندك تاكيدات واسباب حقيقيه بان سيفر خارج البلاد، سيؤثر على سير التحقيق. مساعد ليس من رجال قضاء او من سلطه قضائيه عشان يؤثر على سير التحقيق، ولن يخرج خارج البلاد على اساس هذا الاتهام. فكان يعني وجهه نظري ان مباراه حبس احتياطي غير متواجده، وان شاء الله نشوف يعني في الجلسه الاولى في يوم الاربعاء 1/5 ان يتم اخلاص سبيله باذن الله.